السلام عليكم. مثل ما قرأت بالعنوان، تحميل لعبة فالهيم مجانا. نعم، مجانية 100%. وحلاوة لعبة فالهيم ما بدها مواصفات جهاز تكون أسطورية لتشتغل. مواصفات الجهاز اللي بتطلبها يعني مو ضعيفة، خلينا نقول وسط. ونعم مجانية بدون ولا لعبة عليكم، ما راح ألعب عليكم ولا لعبة، يعني خلص مجانية قولا واحدة بمجانية. لتحمل لعبة فالهيم ركز معي بهذا المقطع واشتغل معي خطوة بخطوة. إذا بتفوت خطوة على الأغلب ما تشتغل معك اللعبة. فخليني بلش بموضوع دغري وأرجيكم كيف بنحملها. أول شيء بنعمله، افتح المتصفح اللي عندك شو من كان هو، جوجل، فايرفوكس، أوبرا، أي متصفح عندك. نفتح على موقع اسمه ستيم انلوك، يعني مثل الموقع ستيم بس انلوك. نجي على مربع البحث هون وبنكتب فالهيم مثل ما كتبت انا هون وبنبحث عنها، تطلع لنا اللعبة هون. اصدقائي انا مشان اختصر عنكم الموضوع، انه تفتح الموقع وتبحث عنه وتكتب وتخربط بالكتابة وهيك ويضيع منك الموقع، انا رح احط لكم بالوصف رابط. كل اللي عليك انت تكبس عليه الرابط او تعمل له نسخ وتفتح المتصفح عندك وتحط الرابط اللي حط لك اياه انا. بس اعطيه هيك، اعطيك كليك عليه للبحث، تفتح الموقع بتلاقي الموقع جاهز وبتكمل مثل ما علمتك. هيك اسهل شيء فيني اسوي لك اياه انا. لما تفتح اللعبه بتنزل لتحت بتلاقي السيستم ريكويرمنتس، يعني متطلبات السيستم. مثل ما قلت لكم بدايه المقطع، متطلباتها جدا بسيطه وعاديه. بدها كمبيوتر او لابتوب متوسط، يعني مو ضعيف كتير ولا ممتاز اخر شيء منشان تقدر تفتحها. يعني شايفين البروسيسور 2.6 2.6 جي اتش زي دول كور اور سيميلر، يعني دول كور، يعني كور اي 3 بيفتح، كور اي 5 بيفتح. الميموري 4 جيجا بايت رام. يعني هلا اي لابتوب بدك تشتري او يعني اضعف كمبيوتر بدك تطبقه، اضعف شيء رح تكون 8 صح ولا لا؟ 4. جي فورس جي تي اكس 500 كمان عادي جدا، دايركت اكس فيرجن 11، الستورج 1 جيجا بايت بس. تمام، حلوين. وهي صور اللعبه وهذا الموقع بكل بساطه. نجي وبنكبس على الهوم، بيفتح معنا اختصار لصفحه ثانيه مثل ما شفنا. فتحت معنا صفحه ثانيه، تستنى 5 ثواني بس تطلع لك داونلود ناو. شغلتها كتير بسيطه، بس خلي بالكم من نقطة، لما تفتح معكم صفحات تانية هلا فتحت معنا هون لعبة، احتمال تفتح معنا صفحة تانية يكون تنزيل لبرنامج تاني او غير شيء او مقطع فيديو زائد 18 او اي شيء تاني. دغري سكر، خليك على هي الصفحة نفسها. شايفين فتحت صفحة تانية سكرتها دغري، منضلنا بهي الصفحة نفسها. ركزوا على هي النقطة بالضبط، ما بدنا ننزل تنزل فيروس عندك او تنزل برنامج يضرب لك الجهاز عندك. منشان هيك عم قلكم اشتغلوا معي لحظة بلحظة. تمام، ركز فيها هي بالضبط. لما تفتح لازم يكون عندك الداونلود مانجر، لازم حصرا. لما تفتح معك هاي الصفحة تبع الداونلود ركز بالشيء اللي كاتب لك اياه هون، يعني لازم يكون فيها شيء متطابق مع الشيء اللي عم تنزله انت. وشوف المساحة تبع الملف اللي عم تحمله كمان لازم تكون متطابقة مع الشيء اللي كاتب لك اياه هون. ركزوا فيها هي الشغلة يا شباب، ما بدي حدا ينضر بسببي، ركزوا فيها رجاء، غير هيك كنسل عملية التحميل. ومثل ما عم قلكم انا، ومتى ما تأكدتوا انه هذا الرقم تبع المساحة اللي راح ياخدها نفس هذا الرقم هون بلش. شايفين هون فاصلة 47 هون فاصلة 46، هذا شيء لا يذكر. بس احيانا كتير، وركزوا فيها هي، احيانا كتير بتحمل شغله مثلا مساحتها 500 ميجا بايت خلينا نقول، بتجي لهون بتلاقيها 50 كيلو بايت. هذا قولا واحدا فيروس، ديروا بالكم من هي الشغله. لا تخافوا، لحد الان لو طلع لكم فيروس ما في اي شيء يضرك. اكثر ما هنالك سكر هي الصفحه ورجع فوت على هي الصفحه الثانيه وحملها من اول وجديد، بتطلع معك هون نفس الرقم. عم اعطيكم شغلة مجربة انا اكتر من مرة وواثق من اللي عم اقولكم اياه. ومتى ما فتحت هي بتعطيها ستارت داونلود، تستنى لتحمل. انا محملها من قبل لهيك كرجت معي بسرعة. شغلتها كتير بسيطة، استنى ليخلص العداد
رح اشتغل معكم حركة بحركة منشان ما حدا يتخلبط. واصدقائي، متى ما خلص عملية الداونلود تنزل عندك بالشكل هاد، ملف زيب، ملف مضغوط. انا بنصحكم تعملوا له اكستراكت هير. انتو بتكونوا حاطين له ملف لحالة. هلا انا هذا الشيء اللي جربته وشغال معي 100%. بتكونوا عاملين له ملف لحالة، شايفين مثلا سميه اي شو ما بدك، تعمل له ملف لحالها تنزل فيه بقلبه، ومتى ما نزلت تعمل له اكستراكت هير. هاي رح اشتغل معكم حركة بحركة، شايفين اكستراكت هير. بتاخد يعني وقت جدا بسيط، لان متى ما شفتوا مساحتها مو كتير كبيرة، اقل من جيجا بايت، يعني شغلتها بسيطة وسريعة، ما قطشت ولا ثانية انا. تمام، نزلت معنا اللعبة. هلا هون حاطط لك كيف تشغل اللعبة، راح يفتح لك اياها انجليزي، انا راح اقولكم اياها بالمختصر وبالعربي. تفتح على هذا المجلد اللي اسمه فالهيم، تمام، وهذا الملف تبع اللعبة. كليك يمين، اعمل له تشغيل كمسؤول. ركزوا معي حركة بحركة واشتغلوا. شايفين عم اشتغل معكم انا حركة بحركة. طلعت لي هي تبع جدار الحماية تبع الويندوز، شي طبيعي جدا. اعطيها سماح بالوصول واشتغلت اللعبة. ابسط من هيك ما في. اعطيها ستارت جيم، انا فاتحها من قبل ولعبان فيها بنفس طريقة التحميل هي بالضبط انا حملتها. بس برجع بقولكم اهم شيء تشتغل مثل ما قلت لك حركة بحركة. معلش المقطع الفيديو ما راح يكون كتير طويل، كلياته 6 7 دقايق بالكتير 8 دقايق، فتحملوا واحضروا كلياته منشان توصل لهي النقطة وتشتغل معك 100% اللعبة. هاي اعطيناها. لما تبلش عن جديد ما راح تكون كلمة ستارت، راح تكون كلمة نيو. هي بتساوي الشخصية بس وبتبلش طبيعي. هاي شخصية انا اوريدي مساويها بعد ما تكبس انت على كلمة نيو وتساوي الشخصية. طيب رح ساوي شخصية جديدة معكم، وهي باسم الحقيقي يلي هي نور. هون تعديل على الشخصية، شغلتها كتير بسيطة ما رح اشرحها. اعطيها دن ستارت. انا مساوي سيرفر، يعني مو سيرفر حقيقي او شيء، لا بس يعني انه مبلش باللعبة من قبل. انت رح تطلع لك هون ما في كلمة ستارت، لانه ما رح يكون في عندك شيء هون. بتعطيها كلمة نيو، بتبلش بسيرفر جديد، سميه ان شاء الله تسميه حسان. هاي حسان، ها هاي حسان، تمام. اعطي دن وهي ستارت. وهي رح بلش مثل ما قلت لكم كل شيء معكم بالصفر حركة حركة. واصدقائي وهي بلشت اللعبة لونج اكو. اول شيء بحكي لك مثل قصة بسيطة عن بداية القصة، عن بداية اللعبة وهيك، ويعني قصة قصيرة كتير. هلا ثواني شغلتها بتخلص وخلصت القصة. رح اسرع المقطع عشان ما اقص منه شيء، مشان تشوفوا اني عم بحكي شيء صدق وما في شيء كذب. ومثل ما شايفين بلشت اللعبة وحاملنا هذا الطائر الفينيق الاسطوري اللي هو يمكن انثى اعتقد. في شيء من وراء قصته هذا الفينيكس، يمكن لاخر اخر الجيم اخر اللعبه اللي تبين معنا شو قصته هذا. المهم ما علينا بقصته حاليا، المهم انا ورجيتكم كيف تحملوا اللعبه هي مجانا 100%. وهي نزلنا هذا الطير واجا هوجن، هذا الطير الغراب هذا اللي بيعلمنا الشغلات، وبلشت مجانية ولا لا؟ مجانية. بلشت اللعبة وبلشت العب فيها انا ولا لا؟ والله يا شباب الموقع هذا حملت منه اللعبة، وبتفتح على صفحة على اليوتيوب انا مبلش باللعبة ونفس هاي الطريقة بالضبط. انت ما معي اسلحة ساوي معك شيء، خلاص روح ومعلش تروحوا انتوا يا شباب، خليني اكمل اللعب انا وانبسط وبشوفكم بعدين. سلام.